بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهارده إن شاء الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية. موضوعنا النهارده إن شاء الله هيتكلم في اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية. طيب، هل القرى مضافة أو هل القرى يشملها قانون اشتراطات البناء الجديدة ولا مستثناء؟ الكلام ده احنا هنشوفه حاليا بالتفصيل، ولكن قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ويريد تدعمنا بلايك وتعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. طيب، هل القرى مستثناء من اشتراطات البناء الجديدة ولا لا؟ ده سؤال اتسأل كتير قوي، والناس عايزة تعرف المعلومة الأكيدة. طبعا اللي قال أو اللي جاوب على السؤال المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، وحنشوف قال إيه بالضبط. أقل مساحة 70 مترا ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية. بدأت الحكومة تطبيق منظومة البناء الجديدة بشكل تجريبي في 27 مدينة ومركز وحيا على مستوى 27 محافظة منذ 1 مايو الجاري، على أن تستمر حتى 30 يوليو القادم، ومن ثم يتم تطبيق بشكل دائم على مستوى جميع المدن بالجمهورية. وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي للوزارة أن منظومة البناء الجديدة تنطبق فقط على المدن ولا تنطبق على القرى والنجوع المصرية. وشدد قاسم لمصراوي على أن القرى مستثناء من تطبيق منظومة البناء الجديدة، لافتا إلى أنها تخضع فقط لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. يبقى كده القرى والنجوع المصرية مستثناة تماما من اشتراطات البناء الجديدة التي سيتم تطبيقها من 1/7 القادم إن شاء الله. واللي معاه أي سؤال في هذه الجزئية يتفضل مشكورا يضعه في التعليق، وأنا إن شاء الله بجاوب على جميع الأسئلة قدر ما استطاع. طيب، شكرا لحسن استماعكم. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، وريت تدعمنا بلايك وتعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. شكرا مرة أخرى لحسن استماعكم. كان معكم مصطفى بشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله.